I'm gonna bowl. I'm gonna show you my. Ready? Yeah. With cars? Yeah. عيال ندم الباقي ناس تقريبا كل شيء تقرب وقيله لا 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 ماشي كل شيء ماشي كل شيء بنات رحنا افطرنا كنوصل المعنى ديال الفطور غادي نخرج نتغدى البنات عرفتي كيبانوا لي هنايا الهولنديين حتى واحد ما كياكل برا كل شيء كيطيب في دارو قلت والله ما بقى ناكل انا برا ويلي عاف يومين البنات حطينا 100 اورو زياده ليش ما يلا ندير راسي بحال غنتقدى في داري وموفر فلوسي والله الا هانت واحد المره دابا انا الصباح كنفطر وهي يلا حطت الطوموبيلتها كيدايره الطوموبيل ومشات تقدات لك من البرتين جايبه التقاديه ديال الدار قلت انا والله ما بقى ناكل في الزنقه صافي شي اختي نتقدى نجيب انا الخضره ديك اللي منقيه وكل شيء خضره منقيه نجيو نلوح ونطيب صافي مالنا لا خسران فلوس على جوج حاجات كتحطهم لك في سميتها مازال البارح مشينا كلينا عند واحد هنايا على برا كيبيع حلال تما فين كلينا داك باباس هكاك والله الا انا وهشام البارح حطينا 57 اورو في هذاك الغدا وصيبو في داري المهم دابا نغسل الماعن غادي نمشيو نتغداو نجي نطيب الغدا نتغداو عاد نهبطو نعومو لان ما بغيتش نهبطو نرجع ثاني في هزكا لا ما تنتغداو ورا الغدا عاد غادي نمشيو نهبطو نعومو اوكي يطيبو لك في الدار انا درت عيشه ديالهم ما كيهبطوش الصباح وما يعوموا بحالنا حنا المغرب كنوض الصباح باش مشيت مع الصباح ما جات حتى شي واحد حتى لورا الغدا انا وليت تنتغدى بحالهم وعاد نهبط نمشيو نعوموا ديت البرتين تقديت داكشي اللي خاصني حراره قلنا نتقداو الصباح لان في العشيه تولي واحد الحراره باش دابا هذا فين وقف عسي صندلة معاه ايا نوي غيره عطشت المقلة ديالو ياك مكتلصقش بيز حيوت انت كما كيصح شنو هاد انا داخل ركين مازال ما ندويش على السبت ندوي على انا جيت البنات تقديت من البرتين ديت البيض يا البيض يا اختي البيض خديت هاد الخضره كيقولوا ليها خضره ديال السوق ولكن انا ما نديرهاش في السوق خديت منها جوج ما غاديش نديرهم في السوق انا هادو خديت هاد الشكل ثاني ديال اللي كيدار مع الروز وانا ما نديرهاش مع الروز حيت بنتي ما كتاكلش الروز ما يمكنش نجيب الروز جبت هاد الخضره حتى هي جبت شلاضه كدار شلاضه هادي وجبت البطاطا جبت هادي وجبت هاد الشكل هذا كيتقلاو هادو في المقلة هكا وجبت هادي كدار في الشلاضة كتجي زوينة هاد كيقولوا ليه بحال شي فلور احمر جبت هاد المعجنات هكا دايرين هما اللي غادي ندير مع هاد الخضيرة ان شاء الله هي جبت منها جوج جبت الزبدة سلات جبت هاد حكاك هاد مطيشة اللي مقطعة بحال ما هاكا مربعات صغيرة جبت النار حليب بالشكلاط وجبت ليهم موطارد ومايونيز باش ياكلوا فريت
جبت واحد بكية ديال الطون حيت انا جبت معايا وحده وزدت وحده. جبت هذه سوشي تيعجبني غادي ناكلو اليوم لان اليوم غادي سالي علاش جبته. خديت واحد هذه فيها شحال ايترونس ديال الليمون عصير الليمون وجبت الحليب جبت واحد 3 ايترو. سيطرو اللي جبت عطاني ميكا اخرى عندك. جبت هاد الفريت غنديرها اليوم اليوم فوق المقله يعني غنشويها في الزيت. جبت السكر انه قربي سالي مبقاش فيه بزاف نحط هادي. وجبت هادو كانوا عجبوني ديك المره كيداروا بالمطيبه جو ديال الحوت زوينين الصراحه زوينين صراحه. ها انتما كاين ديال اجي نوني نبات في الوقت شي زوينين هادو ديال الحوت كلهم حلال حتى ديال الكفته وديال الدجاج حلال مكتوب عليهم. جبت هادو هما اللي غادي نخلط بهم الخضيره لاصوص هذا. وجبت البصله كنت مرة جبت وباقي منها واحد شوية. و جبت هاد الخبز محمص بس الى جبت صدر ديال الدجاج ولا شي حاجة غادي نديرهم فيه. و جبت هاد البطاطا اللي فيها الربيع والثومة وداك الشي زوينة صافي. غادي نكشي داك الشي غادي تخشف الثلاجة خصني نكشيه دابا باش نسخرتو مشى يجيب الخبز وانا هادشي غادي نرجعو كل حاجة لمكانها لمكانها ما كاين مكانها كاع مكانها ما علينا. هنايا البنات درت الدجاج كيطيب فخيدات ديال الدجاج درت فيهم شويه العطريه عاديه. وهنايا غادي ندير شويه الزبده باش نطيب فيها خضيره واحد المعلقه تكون عامره ديال الزبده. وغادي ندير نخليها تذوب ما فين هي ديال هكا واش هي هذه تي باش خايبه البنات. المهم ها هو تقول باش خايبه هاد البوطات ما كيتنقصوش كيبقاو هكا وانا ما بغيت كاع البوطه تكون مجهده بزاف. وشوفوا دابا ها ثم الدجاج وها الخضيره درت معها شويه الزبده كيف شفتوا ونخليها تنزل ولا هذه بغيت تسمى البوطه ناقص ما فهمتش وشي مجهد. انا كنبغي الماكله تكون البوطه ناقصه عليها هاد الخضره غتنزل. جاوشي مع المياه حيت الرشاشه ديال الدوش ما خدامهش مزيان. ثانك يو فيل. جابوا جاشي مع الماء حيت هشام كيسربوا ليهم باللي راه الرشاشه ما زويناش جاو بدلوها لينا. صافي هنا غندير شلاضه بدلوها والله الا صرفر صفر عيا جبد كملة. هنا درت الخس غادي ندير شلايدة شوية الخيار الثلاجة خايبة البنات. شوف كدير الثلج كدير الثلج ودابا هادي كلها خاصها تطلع ها هادي كلها. شوف كدير الثلج البارح قلت لهشام واحد الشلاضة خليتها تما الصباح لقيتها منعاودش لكم كلها ما كلها ما ايوا نقديها هذا من ديرها. لازمك دير الثلج احسن منها. صافي اخواتاتي هنايا غادي نشوف ما فين حطيت كاغي غادي نبدا نقلي في الدجاج ملي خلعوني غادي نبدا نقلي في الدجاج صافي راه بدا كيطيب
يعني اللي تحتانيين هما اللي غنبدا بهم، غنحطهم هنا في الطبسيل بعدا يتسقطرو. والو ما تنحمش البوطه مجهده على الشغل والو. نحطو في الطبسيل هاكا. وغادي نقليه هو الاول. هادو مازالو يطيبو. وهادو غادي نبدا نهضم ونقلب. شكون كتصيفط ليا ميساجات؟ بريت البنات باقا معطله واحد شويه وما جاهم الجوع، مشيت حطيت ليهم. ثم البنات ها هو الدجاج، هزت هذه سخونه، هزت بهذاك سخونه خضيره هنايا، درت معها واحد الدجاج كان بقى وشليده والخبز موناضه والصوص تيطيب الفريت من جوج ناكلو شي تتكون سلامه. البنات جينا شو شحال باقي كيتسنى ندير الحوايج نسطن، والماء خصني نغسلهم ديال الغدا ما غسلتهمش صافي ساليت. نشرت شي فاطي صبنتهم راه هما فينا من كلهم نشرتهم، وهذا الشيء اللي في البانيو غير الشروط والمايو ديال هشام. نستنى هشام تدوش عاد غادي نكمل هاد الماء. درت ليه واحد قهيوه
كاملين خواتاتي عرفتي نقولوا لنا قال سائر هنا برا ما تقدريش تجلسي في الدار نهائيا، سخونه 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 بزاف. نورو هشام مشاو يركبوا في داك الترين، قالت لي والو بابا ديني ركب في داك الترين، قلت لي سير ركبها صافي سير ركبها شويه. المهم حسيت بهم قربوا يجوا لانهم راه قبيله مشاو. غادي ندوز انا ندير لهم عير بطاطا فريت نلوح عليها شويه البيض لان في الغداء ما كايناش هذيك الفريت، درت لها عير نص طيبه وخليتها. دابا كملت لها الطياب، ها هو الزيت وجدته في المقيله، غادي ندير لهم اللوح شنو هادشي نلوح لهم عليها البيض ونعطيهم يتعشوا مع شويه شلاضه. البنات هو اش انا درت هاد البيله البطاطا وسميتو الطرطيلة ديال البيض، البطاطا والبيض ودرت الشلايضه ها نويويرات هيك قطع على باباها او ها تبصي لهم شاف صافي ندوزو نتعشاو. البنات ظلام الحال صافي كنبقاو جالسين على الزريعه بالشروبات نوريكم الجو كيفاش كيكونوا الناس جالسين. دابا راه مقلام مش بنادم كيتمشى واحد شويه كيرجع، انا نوريكم الاجواء كيفاش داير. شوفوا البنات كلشي كيشعل البوله اللي قدام الباب، وشوفوا هادو كيفاش دايرين هذا المنظر. هادو راه ملصقين واحد البولات في الباراسول، شوف ها نور بقى تدور اشنو ها هو الضو هنا، ها هو الضو هنا شعلي بنا بنا هي بيد دو نو ما لخت ان يلا صافي نو هي ويلي غتحرقوا صافي طفات علينا برا طفات علينا البوله يا ويلي شعلت الكوزينه ديني هذا ديال الكبور كيشعل الضو كيشعل الراديو انت شعلي الضو ها هو هنا شعلي الضو يلا شعلي ما ان كلاغ 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 وهنا غنقول لكم انتم تهلاو فريوسكم مع فيديو جديد ان شاء الله يلا اللي كتشوفوا بلي تصبحوا على خير واللي كتشوفوا بالنهار خليت لكم راحه البال سلامه.